جايين نوريكم جزء من الطريق اللي مشيناه، طريق البري هذا اللي هو في وادي قانا. زي ما انتم شايفين هذه المنطقة الجميلة الرائعة جدا اللي أبو أنس أنسنا فيها، وهذه شايفين هذه المنطقة الجبلية المغطاة بأشجار السنديان وأشجار البرغوث اللي هي تعتبر أكبر تجمع لأشجار البلوط في وسط فلسطين، والثالث فلسطينيين. الثالث فلسطينيين. طبعا احنا نشكر هنا ابو انس استاذ بنان الشيخ اللي اعطانا هذه الفرصة الكبيرة لاكتشاف هذه المنطقة الرائعة من بيئتنا الفلسطينية الرائعة. ورجعنا للطريق الرئيسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محدثكم الدكتور نورمان علي خلف، وبمرافقة معية أستاذنا الكبير بنان الشيخ. وطبعا وما ننسى مرافقة زوجتي الحبيبة طبعا، زوجتي طبعا نازل، وكمان بنتي الحبيبة، هي كمان بنت الحبيبة نورة. أخذ منظر هون. أيوة. وهذا المنظر كمان الرائع الآن نورة وعلا، شوف المنظر الرائع لفلسطين ولجمال الطبيعة الفلسطينية التي حباها الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض، أرض المباركة اللي احنا نسميها جنة الله على الأرض. بالفعل جنة الله على الأرض، هذه جنة الله التي تكالبت عليها الأمم. هذه هي وادي قانا. وهذه كمان شوف المستوطنات، للأسف هذه المستوطنات التي تأكل من أرضنا وتأكل من طبيعتنا وتأكل من بيئتنا، وتؤثر طبعا على هذه البيئة وتدمر هذه البيئة الفلسطينية الرائعة في هذه المنطقة.